مساء الخير. صفات كثيرة تجتمع في ضيفتنا، شاعرة، صحفية، إذاعية، مترجمة، وربما ممثلة أيضا. ابنة سوسة التونسية اختارت الهجرة الطوعية والإقامة في لاهاي الهولندية، فكانت في منزلة بين منزلتين. حالها في الإقامة هي نفسها حالها في النص، لا ترسو على بر ولا تركن إلى يقين، لكن لا شك في أنها استطاعت لفت الانتباه منذ بواكيرها الشعرية الأولى، إذ تتميز أديبتنا بنظرتها المختلفة إلى الأمور وبمقاربتها القضايا من زوايا غير مألوفة. بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، يرحب بالشاعرة والمترجمة والإعلامية التونسية السيدة لمياء المقدم. أهلا وسهلا بحضرت جنابك. مرحبا زاهي، نورتي بيت القصيد. الله يخليك. حضرتك بنت عائلة بتحب الشعر، والدتك كانت تنظم الشعر بالعامية التونسية، أخوالك أيضا. صحيح. سؤالي هو، ماذا تركت تلك المناخات بذاكرتك، بوعيك، بوجدانك؟ الكثير طبعا، لأنه من وقت ما كنت صغيرة كنت نشوف أنه أمي الله يرحمها كان صوتها جميل جدا. نعم. وربما أكون ورثت قليلا يعني من جمال هذا الصوت، يعني ولو مش بنفس نسبة الجمال، لأنه هي صوتها كان. فكرت تغني مثلا بيوم الأيام؟ أغني في البيت يعني. نعم. ولكن لم أفكر في امتهان أو احتراف الغناء. فأمي كانت تكتب الشعر بالدارجة وتلقي الشعر، وأخوالي أيضا هما درسوا في جامع الزيتونة، والعائلة كلها تقريبا تحب الشعر الحقيقة. نعم. الشعر الغنائي، أو هي تغني الشعر، والدتي تغني أيضا الأغاني القديمة، نور الهدى، هي اسمها نور الهدى أيضا. أه. الله يرحمها، فكانت تحب تردد الأغاني القديمة. ف نعم يعني تربيت في هذه الأجواء. نشأتي بمدينة سوسة، نشأتك الأولى؟ لا أنا يعني مزيج في الحقيقة. والدي في قرية صغيرة خارج سوسة، وعمي اللي هو شقيق والدي الأكبر في سوسة، وإحنا كنا بنتنقل ما بين بيت والدي وما بين بيت عمي. عمي كان لا ينجب. نعم. وبالتالي فتبنى أو أخذ اثنين من إخواتي تربوا عنده، فإحنا كنا بين سوسة وبين هذه القرية الصغيرة، وكنت عايشة في هذا المزيج يعني ما بين سوسة وما بين. نعم. أجواء القرية. متى يعني بدأت تتعرفين للنصوص والتجارب الشعرية الحديثة والأدبية الحديثة؟ من كيف بدأت تشفي أنه هناك عالم آخر غير التقليدي، غير الشعبي، غير ما نقرأه في كتب المدرسة وما شابه؟ عبر القراءة بالتأكيد. نعم. يعني هي الخطوة الأولى، الإنسان يبدأ يقرأ ثم يكتشف عوالم جديدة، ثم يبدأ يجرب في اكتشاف عالمه الخاص به يعني. لكن بالتأكيد القراءة هي أول خطوة يعني. كنت شغوفة جدا بالقراءة ونحب نقرأ، وأذكر أني يعني الأساتذة اللي كانوا يقرروني كانوا دائما مستغربين أنه أنا أقرأ في كتب أكبر من سني. نعم. وكانوا أحيانا يقولوا لي لا، الكتابة ذي كبيرة عليك يعني، لسه أنت اقرئي مثلا نجيب محفوظ وحسن عبد القدوس وكذا. فأعتقد أنه الإنسان يبدأ في اكتشاف عوالم جديدة عبر القراءة، ثم تأتي مرحلة التجريب، تحاول أن تدخل بنفسك. نعم. في عوالم جديدة أو تكتشف عوالم جديدة. وربما أنا في المقدمة قلت لا ترسو على بر. نعم يعني شدتني الكلمة أو الجملة، لأنه أنا الحقيقة من خلال قراءتي لبعض نصوصك. نعم. يعني استشفيت هذا الأمر. نعم يعني صحيح ما تقوله، لأنه أن ترسو على بر يعني أن تصل، وأنا ما بحبش نوصل يعني، لا أريد أن أرسو الحقيقة. أنا في رحلة متواصلة وفي تجريب متواصل، وربما الفكرة كلها هو أنه أنا أحب التجريب جدا يعني، عندي شغوفة جدا وفضولية جدا،
ودائما نحب نجرب حاجات جديده، ودائما كل التجارب نحب ندخلها. واحيانا استغرب مثلا يعني افاجئ نفسي في مكان، مثلا في مطعم او في مكان عام، وانا افكر في شخص امامي شنو يحس في ذيك اللحظه وشنو يفكر، واتمنى لو انه ادخل داخله واعرف هو يفكر فيه. عندك واعيش احاسيسه. نعم، فضول. عندي فضول شديد للاخر، وفضول شديد للعالم وللحياه وللتجريب. نعم. كل حال بمسألة الوصول والرحلة، محمود درويش مثلا بيقول الطريق إلى البيت أجمل من البيت، يعني بمعنى الإنسان هو إحساسك وأنت ذاهب. نعم. إلى البيت أفضل من إحساسك وأنت داخل البيت. نعم. أو لحظة الجلوس في البيت انتهى المشوار. صحيح. نعم. أنت وصلت. يعني نعم. قبل ما يعني هيك نغوص بالحديث عن تجربتك ومسألة النص المفتوح وقصيدة النثر والترجمة والعمل الإذاعي. نعم. وغيره، اسمحي لنا نشوفك بعلامة فارقة ونستمع إليك. كلمة حروب كلمة ربما قاسية شوية يعني، وخاصة في الظروف الحالية، الحرب تحيط بنا من كل جانب، فأنا لا أسميها حروب، أستطيع أن أسميها ربما طموحات أو أحلام. أخذها بهدوء وأخذها بإصرار وأخذها بنفس طويل، أحدد الهدف وأتوجه إليه مباشرة في الغالب. أحيانا تلهيني بعض المشاغل الحياتية، لكن في النهاية غالبا أعود إلى المسار وأعود إلى التركيز على الأهداف التي أرغب في الوصول إليها. أرى أن الأدب إنساني، يعني سواء الذي كتبه رجل أو امرأة فهو في النهاية يصب في خانة واحدة، هي خانة الأدب الإنساني. ربما اهتمامات المرأة تختلف عن اهتمامات الرجل، وهي تحارب من أجل يعني موقعها في المجتمع، من أجل أن تحظى بالمساواة وبحقوقها. هذا الأدب موجود في هذا النطاق أو في هذا التوجه، هو ربما ما يجعله يصنف على أنه أدب نسائي، لكن في النهاية الأدب هو الأدب سواء كتبته امرأة أو كتبه رجل. لدي رغبة شديدة في كتابة رواية، لا أعرف متى سأكتبها، لكن الرغبة موجودة وأنا أفكر في هذا الشيء منذ فترة الحقيقة، يعني ليس فقط بعد أن ترجمت الروايات، ولكن حتى قبل أن يعني أنشغل بالترجمة. أنا كنت أحب الرواية ولدي محاولات بسيطة في القصة القصيرة، رغم أنني شاعرة بالدرجة الأولى وأكتب الشعر، لكن أعتقد أن الرواية ستأتي. الأدب عندما ينتقل إلى لغة أخرى فهو لا ينتقل من لغة إلى لغة فقط، لكن ينتقل من حالة إنسانية إلى حالة إنسانية، ومن ثقافة إلى ثقافة أيضا. فأنت لا تترجمين لغة فقط، وإنما تترجمين ثقافة وما خلف اللغة وما بين الأسطر وكل هذا. أحيانا الترجمة تكون إضافة، هناك من ترجم روايات اشتهرت باللغة التي نقلت إليها أكثر من لغتها الأصلية، فلا لا أصدق في أن مقولة الترجمة خيانة على الإطلاق. أكتب لأنه الكتابة مكمل رئيسي لشخصيتي ولحياتي ولكل ما أحب أن أقوم به، يعني لوجودي تحديداً. نيرودا يقول الشاعر شاعر حتى وهو يغسل يديه، وبالتالي فالشعر هو أسلوب حياة. أنا أستطيع ربما أن أكون شاعرة دون أن أكتب شعر، لكن في نظرتي للوجود، في تعاملي مع التفاصيل، في رؤيتي للحياة للأشياء، أنا شاعرة في هذا الجانب، وبالتالي أمارس الشعر دون أن أكتبه. الكتابة للصحافة تختلف عن كتابة الشعر، وتختلف أيضا عن الترجمة بالتأكيد، هذه أصناف مختلفة أدبية، فبالتالي الكتابة مختلفة أيضا، وطريقة تناولها مختلفة، والصنعة أيضا مختلفة. أنا لا أجد ولا أعتقد أن هذه الأصناف الأدبية تتعارض فيما بعضها أو تعيق بعضها أو ما إلى ذلك، أجد أنها تكمل بعضها في جوانب كثيرة وتستفيد من بعضها جدا، من بعضها. نعم. بعد
بعيدة عن تونس، أولاً بعيدة فقط بجسدي، لأنه إذا الإنسان كبر وتربى في مكان معين فصعب أنه يكون بعيد عنه، لأنه المكان يصبح داخله. تونس تتنقل معي أينما ذهبت، سواء شئت أم أبيت، لأنه هذا جزء مهم من تكويني ومن شخصيتي، تشكل في تونس في مرحلة البدايات. لكن بعيدة عن تونس عبارة يعني ليست صادقة تماماً. أنا بالتأكيد ما يهمني بالدرجة الأولى هو الحياة، ما سيبقى وما سيحصل بعد مماتي، يعني هذا شيء لا يشكل هاجس على الإطلاق بالنسبة لي. حتى الكتابة نفسها هي وجه من أوجه الحياة، أنا أكتب لأنني أريد أن أكمل حياتي بهذا الجانب، أو أرى أنها جانب مكمل للحياة، وبالتالي ما سيحصل بعد الممات لا يعنيني على الإطلاق. عمرك طويل إن شاء الله. يعني بمسألة الشعر فعلا هو يعني نمط حياة وسلوك أكثر ما هو مجرد كتابي، ولكن مع ذلك يعني البعض لا يستطيع أن يرى الشعر إلا بنمط معين، إلا حتى بقصيدة، بنوع من قصيدة معينة. الجدل حول قصيدة النثر مثلا مستمر رغم مرور 50 سنة وأكثر على انطلاقتها، لا يزال البعض يسأل يعني هل هذا شعر أم ماذا؟ البعض بيعتبره شعر، البعض بيعتبره مش شعر. كيف تفهمين أو تتلقين هذا الجدل؟ بالنسبة للحياة كشاعر أو تمثل الشعر في الحياة، أنا يعني أول من أطلق ربما هذه العبارة هو رامبو كما نعرف. الحياة بوصفها قصيدة شعر، وبالتالي والإنسان لما يعيش كشاعر مش معناتها يحفظ شعر أو يردد الشعر أو لا، هو يعيش كشاعر، يرى التفاصيل، يمارس الشعر في الحياة اليومية. أنا أعتقد أنه الشعر مش بالضرورة ما نكتبه هو ما يفيض من الشعر، نحن نمارس الشعر في الحياة اليومية، نرى الأشياء بعين الشاعر ونحيا بحياة الشاعر. ولكن ماذا تقولين لمن لا يرى الشعر إلا بشكل معين، بإطار معين، واحد فقط لا غير؟ هو الحقيقة أنا يعني إحنا حكينا شوية أنه من شوية أنه أنا شخص منفتح جدا على كل التجارب وعلى كل يعني أي إنسان يأتي بفكرة جديدة أو تجربة جديدة، أنا منفتحة وأحب التجريب جدا وأحب من يجرب القوالب الجاهزة، أو أنه إحنا نحصر الشعر في قالب معين وهذه قصيدة ما عرفش شنو وهذه قصيدة ما عرفش شنو، هذه كلها تسميات يعني زايدة في الحقيقة، لأنه قابلة أصلا للأخذ والرد. بس قصيدة النثر أو الشعر الحر بشكل هيك بتعبير أوضح، قديه بتمنحك أو منحتك حرية يعني في صياغة النص، في كتابة النص؟ أولاً أنا لا يمكن أن أكتب إلا قصيدة النثر، لأنه أنا شخص حر منطلق، شخص لا يحب القيود، لا يحب الإيقاع الثابت، أنا هايبر شوية يعني شخص يعني متحرك دائماً، فالقصيدة هذه تلائمني جداً، يعني هي تلائم شخصيتي وتلائم فكرة أنه أنا ما نحبش ألتزم بقيود معينة أو بقواعد معينة. ويمكن الشعر اصلا يحتاج الى انه احنا نحرره من هالقيود اللي يعني ظلت يعني مكبله عليه وظلت حاده منه، حطته في صندوق معين يحتاج منه. وبعدين الشعر هو ما هو الشعر؟ يعني كل الناس تتساءل ما هو الشعر، من قال انه قصيده العموديه هذه هي الشعر فقط يعني، او قصيده النثر هي الشعر؟ الشعر اكبر من قصيده النثر واكبر من القصيده العموديه واكبر مننا نحن ايضا، يعني الشعر ربما لم نكتشفه بعد، يعني احنا في طريق التجريب وفي طريق المحاولة. والدليل نقول هذا مشهد شاعري او هذه لحظه شاعريه، بنشوف فيلم سينما بنقول ربما فيلم شاعري، بنقرا روايه بنقول لغتها شعريه او ترجمه شعريه او مش عارفه يعني. هي يعني يمكن اي حاجه تسمى، ممكن تقول انا في رايي حتى الباب ممكن نقول باب شاعري، لانه باب جميل وفيه جمال وفيه حركه معينه وفيه ضوء. حسيت الحركه شفناكي بالعلامه فارقه عم تلعبي مع الاطفال بالفوتبول وعم بتنطي وترقدي وتطلعي على الدرج وتنزلي. نعم صحيح. فيك طفوله، وقديش شاعر أو الفنان عموماً أن يحافظ على الطفل الذي فيه، أن يحمل طفولته معه، هذه مسألة حقيقية.
أنا في طفولة كبيرة يعني مش راضية أكبر بصراحة، يعني مش حابة أكبر ومش راضية ومش قادرة أصلاً، يعني ولا قادرة أترك نفسي للزمن ولا إطلاقاً. يعني أنا شخص الطفل من داخل، وحتى فكرة التجريب هذه جاية من هذه الطفولة، لأنه الطفل لما يكون صغير يجرب، يعني يمسك حاجة يكسرها يشوف ما بداخلها وما إلى ذلك. فيمكن هذه الصفة اللي داخلي أنه أنا طفلة من داخل هي اللي مخليني نحب نجرب كتير، ونحب نحافظ على رؤيتي الأولى، النظرة الأولى للأشياء اللي يعني فيها دهشة، اللي فيها دهشة وفيها اكتشاف وفيها باستمرار انبهار بالأشياء ورغب وفضول أيضا في اكتشاف الأشياء وفي اكتشاف العالم، وأيضا فكرة أنك تمد علاقات مع الأشياء اللي حولك، علاقات مختلفة، لأنه أنا ممكن أتعود على أنه هذه الطاولة موجودة طول الوقت أمامي، ما نحبش نتعود على هذه الأشياء، نحب دائما أكتشف أنه لا، الطاولة هذه فعلا موجودة، يعني نشوف الأشياء باستمرار، النمطية ما نحبهاش، والتقليد والقالب أيضا يعني لا يلائمني على الإطلاق. بالعودة يعني للحديث عن قصيدة النثر والنص المفتوح وما شابه، الشاعر عبد الوهاب الملوح بيقول أنه حدث تكتب نص مفتوح أكثر من تكتب قصيدة نثر، يعني ما تكتب إنه ينطبق عليه وصف النص المفتوح أكثر. مش عارفة، أظن أنه كتب هذا عن الديوان الأول. نعم، بمقالة له، صحيح. نعم، اولا مش عارفه شنو يقصد عبد الوهاب الملوح، وصديق وشاعر تونسي محترم ونحبه انا وانا كمان من المعجبين بالشعر والحقيقه. لكن بالنسبه للنص المفتوح، انا اكتب ولا اعرف ما الذي اكتبه الحقيقه. اكتب فقط، يعني نحس بالحاجه واحس بانني ارغب في كتابه نص معين فاكتبه، لا انتبه نهائيا للتصنيف، هل سيصنف على أنه قصيدة نثر، هل سيصنف على أنه نص مفتوح. هذه التسميات يأتي بها من يقرأ لاحقاً، القارئ له حق أن يصنف ما يريد، يعني يصنفني في الخانة اللي هو يحبها، لكن أنا أكتب النص بنفس بإحساسي به، مثل ما أحس الأشياء أكتبها دون محاولة. ربما أيضاً هنا فما جانب شوية أنه الناس تحاول أيضا الصنعة تتوظف صنعتها بشكل رئيسي في كتابة النصوص، لأنها تبدأ تكتب وهي متجهة نحو نص معين أو نحو في مثال معين نعم، في قالب معين هي تحب تلتزم به. أنا ما عنديش هذا الشيء. أنا حضرتك بتقولي أنه لا أساتذة لي في الشعر، سؤالي هل يولد الشاعر من فراغ؟ عباس بيضون مثلا يقول، الشاعر المعروف، أنه أحيانا الشعر يولد من قراءات شعرية، يعني بمعنى نقرأ قصيدة ما نتأثر بها، تعجبنا فكرة صورة شعرية معينة، نأخذ أو يعني عرفتي ثم نكتب شيء آخر مختلف تماما. لا أعرف، عموما أنا هايدغر يقول أنه إحنا نقيم في اللغة، أنه هي بيت، إحنا يعني بيتنا هو اللغة، وبالتالي ويعتقد انه اللغه او الكلمه جايه من الله، يعني من طاقه من فوقنا. فبالتالي احنا موجودين داخل هذا البيت الذي يسمى اللغه، ونحاول ان بالنسبه للشعر مش عارفه اذا كان الاستاذ عباس يقصد انه احنا نقلد او نتاثر بنصوص، او مش نقلد بس بمعنى نحن نتاثر، يعني القراءه القصائد التي نقراها او نتعرف اليها تفتح في مخيلتنا وشهيتنا لكتابه شيء. بالتاكيد احنا كل حاجه نقراها نتمثلها، يعني وتبقى وتاثر فينا، سواء كانت شعر او نثر او اي شيء، يعني قراءاتك الاثيره او شعرائك الاثيرين من هم؟ لا انا اقرا كل شيء، واكثر حاجه ممكن تفاجئك شويه انه انا ما اقراش فقط للكتاب الكبار او للاسماء الكبيره، انا اقرا احيانا حتى لما صار جدل كبير على شعراء الفيسبوك والشعراء الشباب وفيسبوك سمح لاي حد انه يكتب وسمح للجميع انه يصيروا شعراء وكتاب، انا اقرا هذه التجارب وتعجبني. يعني نحن ملاحظتنا الوحيده حين يعني ننتقد هذه التجارب انه المهم تكون اللغه سليمه، يعني اللي بده يكتب شعر او بده يكتب نثر، طيب
ما بده يكون لغته على الاقل يعني بالتاكيد الاملاء والصرف والنحو هالمسائل هاي؟ اكيد هذه ادوات لابد من امتلاكها في اي شيء نفعله. نعم. يعني هو الصباغ اللي يصبغ لازم يكون عنده فرشاه ودهن يعني بالتاكيد أكيد. فبالتالي الشخص اللي يكتب قصيده لازم يمتلك ادواته جيدا. ما عدا ذلك حريه، يعني اليوم وسائل التواصل اتاحت حريه مطلقه للناس يعني إيه. لكن فكرة وربما التجريب. فائدتها ان الغت الاب المسيطر على منبر ثقافي فعلا يعني الوصايه لانه كان في ناس تنصب نفسها وصيه على النص ووصيه على الشعر وهي اللي تمنح الالقاب هذا شاعر وهذا مش شاعر وتبرز هذا نعم. وبالتالي هذه الوصايه اختفت وربما هذا ما يقلق البعض في الحقيقه لانه كان في ناس تقول لك لا هذا شاعر وهذا مش شاعر. الان الباب مفتوح والمنبر مفتوح والقارئ موجود على فيسبوك وفي اي مكان وكل شخص يكتب اما يكتب قصيده واحيانا الناس تجرب يعني الناس تكتب اشياء في الاول مش يعني ما تعجبكش كثير لكن تلاحظ تطور عجيب وسريع عند البعض يعني من الشعراء الشباب. هل ممكن نسمع نموذج من النصوص اللي بتكتبيها حضرتك قبل ما نتوقف مع موجز إخباري؟ نعم ممكن أقرأ قصيدة من ديوان لم يصدر بعد وهو القصيدة عنوانها بائعة الخبز. اخترتي له عنوان للديوان؟ لا تفضل. انا اختار عنوان وبعدين ممكن نغيره ونرجع نختار عنوان ثاني يعني موضوع العنوان شويه بالنسبه لي صعب. تفضل. بس هذه القصيده على اي حال عندها عنوان هي واسمها بائعه الخبز. تفضل. ذات شتاء قاس كنت اعمل بائعه خبز في قريه صغيره جدا. جاء احدهم وكان جائعا فمنحته رغيفا وأخذته إلى بيتي. هناك على العتبة كان يجلس يطعم الحمام والقطط والسناجب في قرية صغيرة جدا ونائية. كان رجلا جائعا وكنت أعمل بائعة خبز. ثم صحوت ولم أجده، لم أجد الرغيف ولا العتبة، لم أجد التاريخ ولا الجغرافيا، لم أجد الفصول ولا ذاكرتها، لكن القطط والكلاب والغيوم المتسولة مذ ذاك لم تنقطع أبداً عن بيتي. شكراً على النص مبروك الكتاب سلف الكتاب الجديد. يعيشك شكرا. لو سمحتينا نتوقف مع موجز إخباري سريع ثم نتابع بيت القصيد. وصل بك الأمر أن لم تعودي تذكرين إذا كان الطفلان ينامان في الغرفة الفوقية أو مع أصدقائهما على البحر يسهران، ولكنك ما زلت تعرفين تماماً كيف ترفعين جسدك من على كرسي الحديقة الصلب وتمشين به مباشرة إلى قلب الشجرة. لمياء المقدم. مشاهدينا الكرام نتابع بيت القصيد مع الشاعرة والمترجمة والإعلامية التونسية السيدة لمياء المقدم. سيدتي يعني بموضوع أثر المكان في النص كما هو معروف للمكان للبيئة للجغرافيا أثر الواضح في أي نص أدبي. حضرتك مقيمة بعيدا عن وطنك بعيدا عن تونس مقيمة في لاهاي في هولندا، أي أثر للغربة عليك وأنت القائلة الغربة منحتني العزلة؟ يمكن في البداية نعم
كان فما عزلة بالتأكيد، لكن المكان بالتأكيد عنده أثر كبير على ما نكتبه، هذا يعني مفروغ منه، لأنه حتى مفردات الكتابة تتغير، يعني أنت تكتب من منطلق ما هو حولك. صحيح. فبالتالي لما يتغير المكان فأنت أيضا تكتب بطريقة يعني مختلفة. يعني اللي بيتنقل يوميا بالمترو مش مثل اللي بيقود سيارته كل يوم. بالتأكيد. اللي بيعيش ببلد فيها قطارات. نعم. سريعة. بالتأكيد. غير اللي بيعيش ببلد صغير. وعلى ذكر القطارات أنا كتبت كثير من قصائدي داخل القطار. نعم. جد يعني. لاحظت أنا ضربت المثل لأن لاحظت. وكنت مش نسميها قصائد. نعم. القطار فعلا يعني كان هذا العنوان اللي في بالي، لأنه في فترة من الفترات كنت أشتغل في إذاعة هولندا العالمية بعيدة عن البيت، فالمسافة هي ساعتين بالقطار. نعم. يوميا. يوميا. يوميا، فكنت أستغل هذه الوقت في إما أنه أقرأ شيء، وبعدين شوية شوية بدأت أكتب، لأنه أنا من الحاجات الجديدة عندي أيضاً أنه أكتب على الموبايل. واضح، قرأتي قصيدتك. نعم. الجديدة. نعم، يعني لتسهيل الأمور على الإنسان أنه ما يأخذش أيضاً ورقة وقلم وما إلى ذلك. وأحياناً أيضاً أحب أن أكتب وما يكونش معايا ورقة وقلم، فأكتب على الموبايل، الآن فيه الجوجل دوكيمنت وفي كل شيء، يعني فممكن الإنسان يكتب. نعم. ببساطة على الموبايل. فبدأت أكتب قصائد في القطار، وفعلا تحس أنه هي قصائد نفسها سريع، القطار يجري ونحن نكتب، فتحس أنه أيضا سرعة القطار. نعم. تنعكس عليك. إيقاع مختلف. إيقاع مختلف تماما، وفعلا يعني لما تقرأها تحس أنه هذه القصائد هي إما مكتوبة في قطار أو على طريق سريعة أو يعني هيك. فبالتأكيد المكان عنده تأثير. أيضا هناك مثال دائما أنا الشعر العربي التقليدي، يعني الصحراء والشمس والقمر والوديان. نعم. وما عرفش شنو. هناك مثال أيضا أنا أكرره، هو مثال الحديقة، يعني هناك الحديقة عندها مفهوم مغاير للحديقة عندنا في العالم العربي. نحن. نعم. طبعا قطعة أرض صغيرة ملحقة بالبيت. نعم. نزرع فيها ورد وما إلى ذلك. أو إذا توفرت. إذا توفرت. نعم. نعم. بالنسبة للحديقة في الثقافة الغربية هي عالم كامل، هي حياة. نعم. هي بيت موازي للبيت، يعني الناس تعيش في الحديقة فعلا. تقرأ، تكتب، تقرأ، تأكل، لأنه تشرب. لأنه الأجواء برد، فلما بتطلع الشمس فبيطلعوا للحديقة وبيطلعوا بكل أشيائهم، يعني بالقهوة وبالأكل وبالشرب وبالمفروشات. نعم. وبالكورة وبالأطفال وبالمية، فحياة كاملة تستجد في الحديقة، ويظهروا في الحدائق ويكتبوا في الحدائق ويقروا في الحدائق ويناموا في الحدائق، وتسمع الجارة وهي بتحكي، وتسمع الملاعق وهي في الصحون في بيت الجيران وكذا. في الحديقة يعني عالم. فبالتالي يعني تقريبا على كلامك، يعني أنه المكان يأثر. نعم، المكان يأثر. نعم. اسمحي لنا يعني نستمع إلى رأي، حنسمع مجموعة آراء بتجربتك اليوم. نبدأ. نعم. مع الشاعرة فاتنة الغرة. فاتنة. نعم. شاعرة فلسطينية مقيمة في بروكسل. صحيح. ولديها صالون أدبي كما. صحيح. كما. نعم. كما فهمت. فنستمع إلى رأيها بتجربتك الشعرية. أوكي. صعب انه الواحد يحكي عن صديق، وكثير صعب انه ما يعرفش يعني يلاقي الكلام المفردات. يعني هي صديقه ورفيقه غربه تعرفت عليها من بدايات وجودي في بلجيكا، يعني كان لي سنه او سنتين التقينا في فعاليه ثقافيه، ومن يومها بدت العلاقه تنضج وتكبر شوي شوي. حازة للنص لمياء واستضفتها عندي يعني في الصالون أكثر من مرة. أنا بحب شغلها، بحب المنطقة اللي بتكتب فيها، وفي نفس الوقت حالياً أنا بقرأ في الرواية اللي الأولى اللي ترجمتها لمياء، وأنا بقرأ بالرواية مستمتع جداً بعالم الرواية وفي نفس الوقت باللغة اللي منقولة فيها الرواية للعربية. حبي يتبدل يتجدد. لمياء كائن مبهج، امرأة مليانة حياة، هي تحتفي بجمالها، هي تحتفي بحياتها، هي تحتفي بشعرها، هي تحتفي بحبها. كيف ما يرجع الفرطة. لمياء الامرأة التونسية اللي تربت على إيد بورقيبة في مجتمع حر فعلا يحترم المرأة ويعطيها مكانتها أو مكانتها كما يليق بها. فكل هذا ساهم، بالإضافة لطبيعة شخصية لمياء، هي شخص مش
مش مهادن كتير يعني، يعني يواجه، بيقول عنده موقف في الحياة، وهذا شيء مهم عند الكاتب تحديدا انه يكون عنده موقف. بالحقيقة يمكن من الأشياء الجميلة كمان في لمياء هو ياسر، يعني أو علاقتها بياسر، يعني أنا بشوفها علاقة شعرية أكثر، بينتصروا فيها للشعر وللحب أكثر من الالتزامات والارتباطات المفترض عليهم. كثير ناس بفكرهم أنتوا أصحاب، يعني أنتوا متجوزين ولا أصحاب؟ فبقولهم لا يعني زوجين. قديش غيرت فيك شعرياً وإنسانياً علاقتك بياسر؟ قديش اتغيرت لغتك الشعرية؟ قديش قدرتي أو رحتي مناطق يمكن ما قدرتيش تروحيها قبل أو ما كانتش موجودة قبل، بس وجود ياسر أو علاقة حبك فيه خلتك تنتقلي لإلها؟ أعتقد هذا هو السؤال اللي نفسي أسأل عليها. وبأمانة يا لميا يعني بدنا مش مجامل علشان قدام الكاميرا. أنت وقلبي أقوى مني. شكرا للشاعرة فاتنة الغرة، يعني أنت حبيبتي فاتنة. نعم، شهادة جميلة بحضرتك. تحدثنا عن أثر المكان في النص، هلأ نتحدث عن أثر ياسر. إيه؟ ياسر الزيات الشاعر والصديق اللي هو زوجك في نعم. الوقت نفسه. صحيح. تفضل جاوبي. لا أنا لفت انتباهي أنه قالت من الأشياء الجميلة في لميا ياسر. نعم. يعني هي بعتبر ياسر من أشيائي، ويعني فجملة يعني عجبتني شوي لكن مش صحيحة تماما. نشوف إذا بتعجب ياسر. لا مش حتعجب ياسر بالتأكيد. لا هي سؤالها مهم جدا، لأنه أنا أعتقد أنه علاقتي بياسر أضافت لي الكثير، يعني مش مجاملة فيه، لأنه زوجي هو طبعا شاعر معروف. نعم. والناس كانت دايما تعتقد أنه وجود شاعرين مع بعضهم ذي إشكال كبير. نعم. يعني يخلق تصادم، يخلق تصادم وربما تنافس وغيره وما أعرفش شنو. إحنا دايما نحكي أنا وياه في هذه النقطة أنه وحصل في زواجات يعني من هالنوع موجودة كثير، اصطدمت بجدران بسبب التنافس اللي أنا. نعم. يعني ترجمت الرواية كتاب يتناول سيرة حياتهم، يعني موجودة جدا يعني كثيرة ومنتشرة. أنه نعم. ياسر بالتأكيد أضاف لي الكثير، وأنا ممنونة لوجودي في حياتي، لوجوده في حياتي، لأنه من غير ياسر الحياة كان يكون طعمها مختلف تماما. وهو قارئ جيد جدا ويقرأ نصوصي ويشجعني، وأهم ميزة في ياسر أنه دائما يدفع إلى الأمام، ودائما يدفع إلى ما هو أفضل وينتقد بشكل جيد. يعني بارك الله فيه. سنستمع الليلة لرأيه بتجربتك. طبعا يعني كل الاحترام للتونسيات وللحقوق التي حصلنا عليها وحافظنا عليها رغم محاولات يعني اللي جرت بعد الثورة. إيه؟ لتقليص تلك الحقوق. بس في سؤال يعني يخطر في بالي وربما في بال كثيرين، لماذا لا تتحدثين باللهجة التونسية؟ يعني في كلمات تونسية تمر، يعني بس لهجة خليط من لهجات. نعم، ربما السبب هو أنه أنا عايشة برا تونس. نعم. فأحنا 20 سنة بلا هاي؟ أكثر من 20 سنة. أكثر من 20 سنة. فيعني هي اللهجة لا تولد معنا، يعني إحنا. نعم. مش نولد ومعنا لهجتنا، نحن نتعلم طفلي. اللهجة. ذهبت طفلي إلى لهاي. شكرا على المجاملة، لكن. نعم. تقريبا يا ذهبت بيبي صغير. لماذا تركت تونس قبل؟ للدراسة. للدراسة. نعم. وبعدين انت درست ادب عربي في درست تونس. ادب عربي في تونس في سوسه تحديدا، وبعدين خرجت للدراسه في بلجيكا، ومن بلجيكا مريت الى هولندا واستقريت هناك وانجبت اولادي وكذا. عندك مهدي ويوسف؟ عندي ولدين مهدي ويوسف. الله يخليهم. ربي يخليك، شكرا. فبالنسبة للهجة هي يعني احنا نكتسبها من المحيط اللي حولنا، يعني فأنا لما كنت في تونس طبعا كل المحيطين بي هم توينسا يتكلموا لهجة تونسية، فيعني بالتأكيد أخذت هذه اللهجة. الآن أنا في أجواء أخرى، هناك عراقيين، سوريين، مغاربة، توينسا، وبعدين فكرة الانفتاح على الآخر أيضا. أنا بالنسبة لي تلاقح اللهجات مش مضر، أو كما يدعي البعض أنه يذهب الهوية أو يفقدك هويتك، أو لا، أنا نشوف أنه اللهجات لما تتماس وتتقارب ده دليل على أنه هذا الشخص منفتح على الآخرين، متسامح، متقبل ثقافتهم، مستوعب أيضا. على سيرة اللهجة، حضرتك يعني رددتي بعنف
على مقالة كتبها الشاعر الأستاذ عبدو وازن في جريدة الحياة، انتقد فيها الفنانة والممثلة اللبنانية مادلين طبر التي تعيش منذ يعني عقود في مصر نعم. في القاهرة انتقدها بسبب لهجتها، أنها تتحدث باللهجة المصرية وليس باللهجة اللبنانية بسبب تغيرات طرأت على شكلها بفعل يعني تجميل، وهو حق لها يعني ليس لأحد الحق في. حضرتك رديتي بعنف على عبد الوازن، لماذا؟ هو مش عنف، لم استعمل لا عنف لفظي ولا عنف يعني شوشوم. يعني كنت متحمس انا تحمست لفكره انه اولا دفاعا عن عبد الوازن نفسه، لانه عبد صديق وانا نحب عبده واقرا له، والتقيت فيه في سات في مهرجان في فرنسا لمده 10 ايام كامله، وكنا نسهر مع بعض ونحكي وما الى ذلك. فاولا انا دفاعا عن عبده نفسه، لانه ما حبيتش انه هو يدخل منطقة شفت أنه هو يعني أعلى منها شوية، ويكتب كان ممكن يكتب في مواضيع أفضل من هيك. بالنسبة لمادلين طبر، هو ناقش أعمال تجميل سماها هو، زي ما تقول أعمال الحفر أو أعمال التنقيب أو مش حتى عمليات، وقال أعمال التجميل أو أشغال، بمعنى أنه في يعني حصل الشخصية. هي حرية شخصية بالدرجة الأولى، هي حرة، إضافة إلى أنه أنا دائما أدافع عن فكرة رئيسية اللي هي فكرة تقبلنا للآخر والتسامح معاه. احنا مش عارفين دوافعها، هي علاش عملت هذه العمليات، هي اختفت فترة طويلة وأنا مادلين طبر لا أعرفها، لكن أتذكر وإحنا صغار أنه هي كانوا يتعمل دوبلاج بصوتها على أفلام الأطفال، يعني الصور المتحركة، فأنا أحب صوتها، لكن ما شخص يعني كشخص لا أعرفها يعني نهائيا. لكن فكرة أنه أنا كنت حبيه يكون ألطف من هيك فقط، فكرة أنه الإنسان لازم يكون لطيف مع الآخرين، وخاصة أنه إحنا مش عارفين دوافعها ومش عارفين لماذا اختفت ورجعت، يمكن بسبب شكلها اللي هو هاجمه في النهاية. سؤالي مرد شيء آخر، يعني خلفيته أنه حق الإنسان أكيد. حق الإنسان في أن يتصرف بشكله بجسده أكيد. حقه أن يتصرف بلغته بلهجته، هو مش يتصرف هو ما يقررش يحكي فجأة لهجة مصرية يعني، ولا واحد عايش 20 سنة بالقاهرة، هو تلاقى طبيعي أن يتحدث بمفردات مصرية. وعلى فكرة مصرية. على فكرة زي الأشخاص اللي بيعيش لهجتهم ببيروت بيتحدث مفردات لبنانية اللي لهجتهم تتغير، هؤلاء أشخاص يكونوا يتميزوا بالهشاشة، حساسين، هم حساسين لكل حاجة من حولهم، وبالتالي فحساسيتهم أيضاً للهجات عالية، يلتقطوا بسرعة، وهذوما الأشخاص فنانين وحساسين، فإحنا مش لازم نهاجمهم لأنه امتلكوا لهجات أخرى يعني. فهذا الانفتاح تحديداً وهذه الحساسية وهذه الهشاشة هي اللي تخليهم يعني يلتقطوا أو يتمثلوا ثقافات أخرى أو والحقيقة أنا سألت لأنه يعني فتحنا موضوع اللهجة التونسية اللي حضرتك يعني مش تخليتي، انه فقدتيها مع الوقت ومع العيش. ذهبتي للدراسه؟ نعم، بس منذ اكثر من 20 سنه ما خلصتي دراسه ترجع على بلدك؟ لا، انا ذهبت لدراسه شيء معين وتخليت عنه ودرست شيء اخر، وبعدين اشتغلت وتزوجت، ويعني الطريق اختلفت. ما هو احيانا الانسان يكون متوجه يكون متوجه الى هدف معين الأقدار، فيذهب المسار الى اتجاه اخر، وفي النهايه مش بالضروره يعني، يمكن هو الاتجاه هذا والخيار اللي ما كانش هو يعني متجه له هو في الحقيقه الهدف اللي كان لازم يوصل له يعني. صحيح. اسمحي لنا نتوقف مع استراحه سريعه ثم نتابع بيت القصيد. علموك ان تظلي في مكانك اذا تهتي، حتى إذا عاد الذين أضاعوك أدراجهم وجدوك. لا أحد أخبرك ماذا تفعلين إذا لم يعودوا. حياة كاملة مرت في انتظار الريح التي تركتك في الساحة الكبرى، تدورين بفستانك الوردي في الفراغ. لمياء المقدم. مشاهدينا الكرام، نتابع بيت القصيد مع
الشاعرة الكاتبة التونسية لمياء المقدم. سيدتي كتبت مؤخرا، يعني عندك عشرات المقالات حضرتك، ما فيني أتوقف عند كل مقالة، ولكن لفتتني مقالة عن ضرورة تربية على الحب. بعالمنا اليوم، العالم بشكل عام ولكن بعالمنا العربي بشكل خاص، هناك كثير من الكراهية والضغائن والأحقاد والتشظيات، وبتعرفي حضرتك بتتابع وبتعرفي. هل مسألة الحب مسألة سهلة؟ يعني أن نتربى ونتمرن أو أن نحب، هل من السهل أن نحب الآخر مثلا المختلف في الدين، في الرأي، في العقيدة، في العرق؟ وحضرتك عايشة ببلد بعتقد فيه كثير من الأعراق والثقافات. هو فما فيلسوف مش فاكرة اسمه بيقول إذا حبينا بعض لا نحتاج إلى كلمة أحبك، لأنه الإحساس يوصل. نعم، يمكن أن نتربى على الحب، بمعنى أنه إحنا الآن مثلا في الثقافة العربية بيربوا الرجل على أنه يكون خشن وقوي، وما بيجوز يعبر عن عواطفه، وما يعبرش على عواطفه، ولازم يكون يواجه وقوي وعنيف، ومع والتربية هذه تنعكس عليه لاحقاً، لأنه هو في فترة من الفترات يصير أي شعور ضعيف أو أي شعور بالحب أو يحس أنه هو ضعف، ولازم يقاومه بمشاعر أخرى، فيذهب يصرف هذه المشاعر، مشاعر الحب، يصرفها في قنوات أخرى، قنوات الغضب. يعني أنا من فترة شفت واحد زوجته تشتكي من أنه هو لما بيأكل معاها ما يشوفش فيها، فقال لهم هذا حب، وانا يعني ما فهمتش كيفاش ممكن الواحد يحب واحده وما يشوفش فيها، لكن هو يقصد انه هو ما يقدرش يعبر على هذا الحب. ف وفي ناس كثيره ما تعرفش تحب وما تعرفش توصل الى الحب، وانا قابلت كثيرين يقول لك انا ما جربتش الحب وما نعرفش نحب لانه ما تربيتش على الحب. ما نعرفش، دائما بثقافتنا كان في يعني مساله هيك التعبير عن المشاعر كانه عيب، كانه لا يجوز، تحديدا للرجل، الرجل انه حتى اذا بكي انه الرجل لا يبكي، ما يلزمش يبكي. وانا ايضا كتبت مقال في هذا انه من حق الرجل ان يبكي، علاش الرجل ما يبكيش؟ بالعكس، يعني هو كائن مثله مثل كل الكائنات، وحساس وهش والمشاعر لازم، يعني فكره هو موجود فيه الحب، لكن اللي يحصل عند الرجل انه هو يصرف هذه المشاعر اللي هو يعتقد او تربى على انها ضعف، يصرفها في قنوات اخرى، مثلا في الغضب، في مش عارفه، لكن في النهايه هو يحب يغطي على هذا الحب باي طريقه. يمكن لو صرفها باماكنها الطبيعيه كانت الامور مختلفه جدا. المفروض والطبيعي انه يصرفها في مواقعها الطبيعيه، يعني اذا هو يحب حد يقول له نحبك فقط ببساطه، يعني ويتعلم يحب أيضا. نحن نتعلم أيضا الحب، لأنه مثل ما قلت إذا تربينا على الكراهية وعلى الخشونة وعلى الصلابة وعلى ما إلى ذلك، لكن لازم نتربى نحب، نتربى. مثلا أنا أعطيك مثال، في أوروبا مثلا وأنا أولادي يقرأوا في مدرسة، فكرة الحب هذه يبدو من سن صغيرة جدا، من سن 6 سنوات أو 5 سنوات يبدأ الطفل في المدرسة يقول لك نحب هذه ويساعدهم. يعني أنا مرة في فالنتاين الباب متاعي، إحنا عندنا هيك مثل بعرف كيف الأبواب اللي في شق هيك مغلف في شق أو شيء بالضبط، فدخلت رسالة في 14 فبراير، إحنا نقول فبراير، فإحنا مشينا للباب نشوف، لقينا رسالة من بنت تدرس مع ابني في المدرسة، صغيرة جداً 8 أو 9 سنوات، لكن هي أعلمت أمها بأن هي تحب ابني، فأمها ركبتها على البايسكل على الدراجة وجابتها، حطت رسالة في بيتنا في فبراير. فهم يعلمهم يمشوا معاهم، يعني ما يعكسوهمش، إحنا يقولوا للبنت عيب وصغيرة على الحب وما عرفش شنو، والمشاعر هذه أنت ما زلت كانوا ما يعلموا عليها. البنات سابقاً بعض العائلات ترفض أنه البنت تتعلم قراءة والكتابة حتى ما تكتب رسائل حب لحبيبة. بتقولي حضرتك على سيرة الحب، أحببت دائما أولئك الذين ينقصهم شيء في كل شيء. نعم. بتحب النقصان؟ نعم، ما بحب، لا أحب فكرة الكمال. نعم. قلتي ما بحب الوسيمين جدا ولا الأذكياء جدا ولا مش عارف شو جدا. صحيح قلت هذا الكلام في إطار أنه أنا كل حاجة مكتملة أشوف فيها قبح ماء، والقبح الوحيد اللي عندها وذنبها الوحيد أنه هي اكتملت،
باختصار يعني نحب الأشياء اللي في طور التغير، اللي هي في حركة، اللي وأحيانا حتى القبح نفسه إحنا بنتعامل دايما مع القبح على أنه شيء منفر وشيء كريه، لكن القبح نفسه نسبي، يعني ممكن حتى الجمال نسبي، يعني الأشياء اللي أنا أشوفها جميلة ممكن غيري ما يشوفهاش جميلة. لكن فكرة النقصان هي جاية من فكرة أنه الأشياء متحركة، أنا أحب الأشياء التي تتحرك واللي هي في طور أنه هي تتشكل باستمرار. الكمال وصول، والكمال يعني زي ما قلت أنت يعني منطقة آمنة ومنطقة مغلقة على نفسها، لا فأنا نحب المناطق المفتوحة والحركة. أستعير من إحدى يعني من أحد نصوصك أو من إحدى قصائدك، ماذا سرقت منك الحياة؟ تقولين حضرتك يمكن على غلاف هذا الكتاب، اسمحي لي أقرأ أنا ما هو على غلاف كتابك اللي بعنوان انتهت هذه القصيدة انتهى هذا الحب، منشورات دار أفاق. بتقولي إن شاء الله صح، سرقت مني الحياة، سرقت مني الحياة، الخفقة الأولى، الصرخة التي تبعث الهواء في رئة الكون، السارق أخي ينظر ولا يصدق أنه يسرقني، لا يصدق أن في عينيه مخزنا معبئا باللحظات التي سرقها مني، من سعادتي، ضحكتي، تقلباتي في الفراش، همهماتي، لفتتي، من رشفتي، من لذتي، من الحب الذي كتمته لأجله، لأجلي ألا يتعذب أو يتألم. السارق أخذ كل شيء ولا يدري أنه الآن صار أمينا على مخزن سعادتي، عليه أن يفتح بابه كل صباح ويهوي أركانه، أن يشطف مدخله وينير أضواءه، أن يضع أمامه كرسيا ويجلس من مطلع الشمس حتى مغيبها. السارق أخي، حارس المخزن، صاحب العهدة، حامل المفتاح. من هو هذا السارق؟ هو أخي، من هو مثل هذا ما هو الأخ موجود في القصيدة، هو الآخر باختصار. نعم. لأنه الإنسان دائما في حركة تماس مع الآخرين، ممكن يلتقي معهم وممكن يصطدم معهم، ويمكن يأخذ منهم ويمكن يسرق منه، هم يأخذوا منه. فنحن في حالة جدل مستمرة مع الآخر، نعطي ونأخذ، وربما هذا الأخذ أحيانا يصل إلى مرحلة السرقة، يعني يأخذ منك الكثير فتحس أنه سرقت منك بعض الأشياء، ربما أنت لست على حق، ويعتبر ربما أنه هي هذه الأشياء ملكه وأنت السارق، وبالتالي فنحن في حالة جدل متحرك. والآخر دائما يأخذ منا، يعني سواء أحببناه يأخذ الحب، هو يأخذ ويعطي، وإذا كرهناه يستنزف منا مشاعر، والعكس صحيح، يعني هو يأخذ ويعطي، نحن نأخذ ونعطي. لا غنى عن الآخر، لا طبعا لا غنى، بالعكس. قبل ما أسألك، نحن أصلا وجودنا مرهون بالآخر، نحن غير موجودين إذا كان الآخر مش موجود. حتى السارق اللي يسرق منك في النهاية لازم تكون أنت موجود ليتمكن من سرقة منك، وإلا يعني، وفي النهاية أيضا يعني هذا أن لديك ما يسرق، فأيضا يعني جيد. خصوصا على مستوى النصوص اليوم على الفيسبوك وتويتر وهالمسائل، يعني كثير من النصوص تسرق والجمل الشعرية لا تنسب إلى أصحابها. فبس معناها أنا جيد حتى يعني حتى أنت تسرق. إذا أنت محل سرقة فلازم تكون مبسوط يعني. في النهاية قبل ما نسألك يعني نعود إلى ماذا سرقت منك الحياة، خلينا نسمع شهادة أيضا بتجربتك هذه المرة من مصر، من الكاتب والصحافي والصديق سيد محمود. يمكن تكون معرفتي بلمياء المقدم المترجمة أفضل بكتير من معرفتي الشاعرة أو الصحفية، لأنه المعرفة دي أصلا تأسست على الرواية التي كنت قد قرأتها مترجمة من خلال لمياء، وهي رواية أنت قلت لي. الرواية هي مترجمة عن الهندية، لكنها بتدرس تجربة استثنائية يمكن في تاريخ الشعر المعاصر، وهي زواج الشاعر الشهير تيد هيوز من الشاعرة الأمريكية سيلفا بلاث، والقصة هذا الزواج والحب والعلاقة نفسها هي قصة متوترة بطبعها، وبتنتهي بواقعة انتحار
وفي أكثر من شكل من أشكال المغامرة داخل النص، حتى في الأصوات اللي بيتم رواية النص من خلال صوت الشاعر الشهير تيد هيوز. الملفت في هذا النص واللي بيظهر كفاءة المترجمة إنه بما إنه بيستعير صوت الشاعر، فتكاد تكون المسافة منعدمة بين الراوي أو السارد في النص وصوته في أشعاره. الوصول إلى درجة التوتر دي كان من الصعب يصل للقارئ إلا في وجود مترجم أو مترجمة لها علاقة قوية جدا بالشعر، لأنه حساسية اللغة في نص من النوع ده بتحتاج إلى تجربة لدى المترجم، يعني فيها رغبة في الحوار مع النص، وإنها إنك تكون بنفس القدر أو التحدي الأساسي إنه بما إنه الترجمة خيانة طول الوقت، إن تكون هذه اللغة متساوية أو على نفس الدرجة اللي بتمثل النص الأصلي. وأعتقد إنه كل من قرأ الرواية كان من السهل عليه جدا أن يلمس هذا التوازن. هي الحقيقة لغة مظبوطة بميزان مية، يعني زي ما بنقول في مصر ما فيهاش مطبات من أي نوع، هي لغة لامعة ومضيئة وتشبه صفحة الماء. أستاذة لميا المقدم، كلما قرأت لك مقالا أسأل نفسي متى ستتوقف لميا المقدم عن الانشغال بقضايا النسوية والنظر في موضوع آخر، لأنه كل مقالاتك تكاد تكون يعني مشغولا انشغالا تاما بهذا الموضوع. أتمنى أن أقرأ لك مقالا ولو حتى عن الأمومة أو شكل البحر في بيروت مثلا. شكرا لك سعيد محمود، تفضل. أولا الأستاذ سيد سعيدة بما قاله حول رواية أنت قلت، هو سبق ويعني عبر عن هذا الرأي، وأنا سعيدة جدا أن الرواية أعجبت. سنعود إلى موضوع الترجمة، نحن يعني شغلك على الترجمة. نعم. بس بموضوع اهتمامك بالنسوية وأنه مقالاتك بمعظمها تركز على هذا. لا أنا مش شايفة أنه أنا مهتمة بالنسوية. هو قال أتمنى أنها تكتب رواية أو تكتب مقال عن الأمومة، أنا أكتب كثيرا عن الأمومة. يعني المقالات متاعي هي في إطار يعني إحساس أو شعور بوجوب التثقيف، تثقيف وتعويد الناس أو تعويد القارئ على أنه يلمس الجمال في الأشياء وفي علاقاته في بيته، ويخلق جمال من حوله في كل حاجة يعملها، يعني سواء في علاقته بالآخر أو علاقته مع الأشياء أو علاقته بالمكان أو يؤنسن علاقته بما حوله بكل ما يعني حوله، يضفي من نفسه على ما هو حوله، لأنه في النهاية بتشوف أحياناً أنه الناس منشغلة جداً بالحياة لدرجة أنه هي تنسى نفسها ولا تنصت يعني لصوتها الداخلي وتهدأ شوية وتأخذ نفس وتنظر من حولها لترى الجمال وترى الأشياء. ما أقوم به في هذه المقالات هو هذا الشيء، وأنا تقريباً بقول للناس اللي تقرأ لي أقول لهم تعالوا نجلس نحكي في موضوع أو في زاوية معينة هي موجودة حولكم وموجودة ربما داخلكم أو من حولكم لكن أنتم مش شايفينها، وأنا حابة اليوم نروح لها مع بعض فقط، يعني سواء في علاقتنا بأولادنا، في علاقتنا بأزواجنا، في علاقتنا بالبيت، بالأصدقاء. حلو أن يكون الإنسان مهتما بالجمال، أن يدل على الجمال وسط يعني كثير من البشاعات والقباحة. في وسط المشاغل يعني لهاث مستمر وجري مستمر، الناس مش قادرة تشوف الأشياء يعني وتشوف جمال الأشياء من حولها. والمقال هذا أنا أعتبره تقريبا مثل ما قلت لك الآن، أو أحاول على الأقل أن يعني نخليه بهذا الشكل، هو أنه أنا هي هدنة صغيرة مع القارئ، نقول له تعالى نشوف نقطة معينة بهدوء ونشوف شنو ممكن نجد فيها موجود هو في الحقيقة لكن احنا ما كناش شايفينه. هي الأشياء كلها اللي أكتب فيها كلها حاجات موجودة
وكل هالأشياء يعني عادية وبسيطة في الحياة اليومية، لكن ممكن من زاوية مختلفة، من زاوية هذا اللي قلته بتقديمي أنا، أنه حضرتك يعني بتنظري للمسائل من زوايا غير مألوفة أحيانا. لو سمحتي قبل ما أتوقف مع استراحة أخيرة وبعدين نأتي للحديث عن شغلك بالترجمة، ممكن نقرأ أيضا إذا سمحتي نموذج آخر من نصوصك؟ نعم. إذا بتريدي سأقرأ قصيد بعنوان فستان قصير. إذا منعتني من ارتداء فستان قصير، ماذا سيبقى لنسعى من أجله؟ ترى ركبتي النافرتين إغواء، ولا ترى ما في القدمين من محبة. أتعرف أني صنعت هذين الركبتين من علب صفيح قديمة وعصي تركها أبي معلقة على جدران غرفته؟ ركبتاي لأسباب كهذه لا تغريان أحدا، عندما جريت وعندما سقطت، عندما أحببت وعندما بكيت، حضنت ركبتي كقطع ممزقة من قلب صغير، ومرة أكلت ركبتي اليسرى وأنا أشاهد فيلم الجوع واقفة على قدم واحدة وظهري مسند للجدار. لو أنك نظرت جيدا لما رأيت في ركبتي ما يغري، ولطلبت مني أن أعري كتفي أيضا وصدري، أن أمشي معك في الشارع عارية كورقة غار. ليس الجسد ما يظهر للبشر، الجسد فكرة. لو نظرت جيدا لتركتني أزين ركبتي بأشرطة ملونة، أجرهما خلفي في الملاهي، أمنحهما من حين لآخر قطعة حلوى، وأصرخ حين تتشاقيان أو تخبطان في بركة ماء. آخر النهار أربطهما بحبل في رقبتي وأعود زحفا على عروقي. أنت على حق، الحب رحلة شاقة، زحف دائم باتجاه الآخر. إذا مددت يدك الآن ولمست الجلد الناعم، ستجد حجرين يتيمين ينشران البؤس. شكرا على القراءة، وجميل هذه الدعوة إلى يعني التعامل مع الجسد ليس فقط ك يعني كغواية، وليس فقط كإنما هذا الجسد يحمل الكثير من المعاناة والكثير من لا، أنا أذهب إلى ما هو أبعد من ذلك. نعم. الجسد عقل. نعم. عقل موازي للعقل اللي هو نفكر. نعم. به، لأنه الجسد أيضا لديه أحاسيس، وهذه الأحاسيس والانفعالات اللي فيه مش من البساطة اللي نتخيلها. يعني إحنا دائما نصنف أنه ما ينتجه العقل هو الفكر، وبالتالي فهو في مستوى أرفع، مش إحنا من أفلاطون. نعم. وأرسطو يعني هي هذه النظرة أنه الجسد وضيع والفكر في مرتبة أعلى. أنا أرى أنهما على نفس المستوى، الفكر العقل والجسد، والجسد عقل آخر يفكر، وإحنا يجب أن نستمع إلى أيضا ما يقوله الجسد وما يفكر فيه الجسد أيضا. جميل، لو سمحتي لي نتوقف مع استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد. إذا سألوك ماذا فعلت أخبريهم، ماذا بوسع أحدهم أن يعطي أكثر من الحب؟ اذهبي إلى البيت، فالله يعرف أن بيتنا يحترق. اسمع صلاتنا يا الله، أعدها إلى البيت وامنحنا الطريق. مشاهدينا، القسم الأخير من بيت القصيد مع الشاعرة والكاتبة التونسية السيدة لمياء المقدم. سيدتي، قبل ما يعني أسألك عن الترجمة وعن شغلك على روايتين مهمتين يعني نقلتيهم من اللغة الهولندية إلى اللغة العربية، اسمحي لنا نسمعك، لأنه سؤاله له علاقة إلى حد ما بالموضوع. رأي على طريقة وشهد شاهد من أهله،
يعني حضرتك حكيتي عن زوجك، عن الشاعر والصديق ياسر الزيات. خلينا نسمع ياسر ماذا يقول عن لمياء المقدم. لمياء مش مجرد زوجة أو حبيبة، هي كمان بيجمعنا حب الشعر، حب الموسيقى، حب الأداب، حب الفنون بشكل عام. كل دي بتخلي الحياة المشتركة بيننا مش حياة عادية في الحقيقة. يعني حبيت لمياء وارتبطنا ببعض بسبب الشعر. كتير حبيت إنها بتكتب بلغة خاصة، بنفس خاص، بإحساس خاص بيها، وإحساس له طابع أنثوي، مش متاخد من قراءات، لا، متاخد من خبرات حياتية اتعجنت جواها وبتطلع في النصوص بتاعتها. الشعر هو كان البداية وبداية ارتباطنا مع بعض، لكن كمان مع الوقت اكتشفت إنها مش بس شاعرة بتكتب أحاسيس متدفقة وبلغة لينة وسلسة وبسيطة، والحقيقة إن خيالها كمان في الشعر هو خيال خاص، عندها صورها الخاصة، عندها لغتها الخاصة، عندها إحساس عالي جداً باللغة اللي هي بتكتب بيها، وفي الغالب بتكتب انطلاقاً من الحياة، حياتها معجونة بشعرها. مش بس كده، لا، كمان اكتشفت إن لمياء فنانة تشكيلية، هي مش بتحب تعترف كتير بالمسألة دي، لكن ترسم حلو جداً. لمياء كمان، وده سر من الأسرار، صوتها حلو جداً، بتغني حلو جداً أغنية حلم، وهي من الأغاني النادرة لأم كلثوم، ودي من الأوقات اللي بتجمعنا مع بعض. هي بتكتب شعر وأنا بكتب شعر، ده بيحتاج مساحة من التفاهم المتبادل، مش التفاهم، التفهم. وجود شاعرين في بيت واحد مسألة مش سهلة، لكن مسألة ممتعة جداً إذا كانت في مساحة التفهم والحرية اللي احنا لكل واحد بيديها للشخص التاني. أنا أتمنى إن لمياء تركز كمان أكتر في الكتابة، في إنتاج الشعر. عندها مشروع رواية، أتمنى إنها تبدأ تكتب رواية، لأن لغة السرد عندها كتير حلوة وواضحة في شعرها، ودايماً عندها مشروع رواية بتبدأ تفكر فيه، وأنا بحاول أحرضها على إنها تبدأ في الكتابة وبعدين ترجع تفكر في البناء الروائي وطرق السرد. ده مشروع أتمنى إن أنا أشوفه قريب منها. أتوقع إنها هتكون رواية مهمة. لمياء، سؤال: إذا كوني بالما هتكتب قصة حياتنا إحنا الاثنين، من أي زاوية ممكن تكتبها وإيه اللي ممكن تقوله؟ جميل جدا اللي قاله ياسر زيات عن عنك. قايل لك اياهم قبل؟ سامعه هالكلام منه؟ لا، انا يعني وانا امزح من شويه قلت له ياسر، انت سؤالك، انت طرحت علي سؤال. انا طبعا مشاهده الحلقات وشايفه انه الضيف او الشخص اللي يحكي عني ايضا يسال سؤال، فقلت له قل لي السؤال خليني نحضر الاجابه. فما رضيش طبعا. نعم. قال لي مش هقول لك، بس انا قلت له عن الروايه، فاحنا طبعا فاهمه انه هو. نعم. بس خلينا نوضح، منتظر هذه الروايه ويحفزني. نعم. مثل ما قال هو، يعني حرضني على كتابه هذه الروايه لانه يشغلاني فعلا. نعم. كوني بالمان اللي ترجمتي روايتها حضرتك من. نعم. الهولندية الى العربيه. هو عم بيسالك لو كتبت روايه عنكم اثنينكم من اي زاويه؟ مش عارفة، ممكن تكتب أنه حياة شاعرين دائما فيها. نعم. يعني إثارة وفيها زوايا إشكالية كثير، وفيها من جهة يعني أنت لازم يعني تحصل، يعني الحياة الزوجية عندها شروط طبعا. نعم. ومتطلبات، لكن في نفس الوقت لازم تحصل كشاعر على مساحة كبيرة من الحرية. نعم. ومش فقط الحرية في التحرك، حرية في التفكير، حرية في اللغة. يعني أنا مثلا ما نحبش نكتب قصيدة ونفكر في حد يقول لماذا تكتب بهذا الشكل، أو لماذا هي جريئة إلى هذا. نعم. الحد، لا أريد أن أفكر في هذه الأشياء، نحب نكتب بحرية تماما. نعم. وبعدين التقييمات الأخرى الأخلاقية وما إلى ذلك تخص صاحبها. نعم. يعني في النهاية ومرد السؤال ربما أنه يعني
لأنه كوني بالمن كتبت عن علاقة شاعرين كتبت عن نعم هناك من قال لي أنه أنا ترجمت هذه الرواية لأنه حسيت أنه هي تشبهني نعم. قليلا أو تشبه قصتي مع ياسر نعم. لأنه نحن أيضا شعراء وهي كاتبة عن شاعرين وعن حياتهم مع بعضهم وتماسهم نعم. وكيف أضاف لبعضهم البعض وما الذي أخذاه من بعضهم البعض وما إلى ذلك. ودائما مثل ما قلت لك إذا مش عارفة أنا إجابتي لياسر هو إذا كوني بالمن تناولت حياتنا فأعتقد ستركز على جانب هذا الجانب يعني شاعرين مع بعض كيف تكون الحياة بينهما والإشكاليات اللي تطرحها فكرة أنه هما في نفس الوقت وإحنا مش فقط نتشابه في الشعر إحنا أيضا هو صحفي وأنا صحفية ففي أنا حبيت كثير اللي قالوا عنك يعني وأحييه على هذا على هذا الإحساس نعم. وعلى هذا الموقف كرجل وكزوج وكحبيب نعم. وكشاعر بالترجمة مش رح أسألك السؤال التقليدي إنه ترجمة خيانة للنص وأجابتي على كل حال نعم. في البداية بس ماذا أضافت أنت اعتبرت الترجمة إضافي صحيح. ماذا أضافت لك الترجمة خصوصا أنك عم بترجمي من لغة يعني مش لغة مش شائعة مش معروفة كثير بالنسبة لنا يعني خصوصا نعم. كعرب نعم. عم ترجمي من هولندية مش من الفرنسية أو الإنجليزية الترجمة بالنسبة لي اكتشاف أولا نعم. أنا بدأت تجربة الترجمة وكنت خايفة جدا يعني نعم. ترجمت يمكن 10 صفحات وكنت مترددة نكمل ولا ما نكملش في هذه الرواية لك ومليان وما ترجمتش قبلها كنت أترجم مثلا قصائد لبعض الشعراء الهولنديين أو أترجم حاجات يعني بسيطة وصغيرة لكن نعم. لم أفكر نهائيا في ترجمة رواية مثلا نعم. لحد اليوم ترجمتي روايتين واحدة لحكينا عنها كوني بالمن اسمها أنت قلت وهي تتناول هذي الكابل يعني الزوجين الشاعرين نعم. سيلفيا بلاث وتيدي هيوز نعم. والرواية الثانية اسمها مالفا هي أيضا في نفس تقريبا الخانة اللي هي عن لسان ابنة نيرودا بابلو نيرودا لأنه بابلو نيرودا كانت عنده ابنة ولدت مشوهة وهو أخفى وجودها أخفاها. وتكتم عن وجودها نهائيا يعني غريب صحيح ويعني شعر الإنسانية وشعر نعم نعم شعر الثورة نعم فهو يعني أخفى هذا الجانب من حياته إلى أن تم اكتشاف هذه الحقيقة ومؤخرا في الحقيقة في 2003 نعم. يمكن اكتشفوا قبرها في قرية أو مدينة هولندية نعم. صغيرة شو عنوان الرواية بالعربي؟ مالفا اسمها وهو اسم ابنة نيرودا اللي هي سماها على اسم وردة صغيرة نعم. تنبت جنب عن أي دار رح تصدر؟ عن الساقي عن الساقي في بيروت والرواية الأولى؟ أنت قلت صدرت مع الهيئة المصرية للكتاب الكتاب نعم. في مصر لأن أكيد يعني في من مشاهدينا ممكن يهتموا نعم. بهالموضوع موضوع. هل يحظى الأدب العربي بما يستحق من اهتمام في الغرب؟ يعني على الأقل لا. من خلال وجودك لا. في هناك محاول يعني التقصير مش جهتين دائما نعم. أقول وخاصة من هنا التقصير الناس ما تحاولش توصل لأنه نعم. هو الآخر مش هيجيك أو لن يأتي إليك ويقول لك هتعطيني شنو كتبت أو هتوريني أنت يجب أن تذهب إليه هم يبذلوا مجهود كبير جدا هناك صناديق كبيرة وهناك مؤسسات وهناك جمعيات وهناك يعني كل ما يمكن تتخيله يوظفوها وميزانيات تخصص للترجمة ولما يعني يكتشفوا مترجم جديد يحتفوا به ويحبوا ويركزوا أيضا على اللغات يقول لك مثلا عندنا برنامج سنتين القادمين نحن سنركز على الترجمة إلى اللغة العربية والترجمة إلى اللغة الإسبانية هناك مجهود كبير جدا نحن يعني ما فهمناش تعرف العرب سابقا وحضرتك تعرفي أكثر مني يعني اشتغلوا على ترجمة من اليونانية ومن إلى 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 العربية واستفادوا نعم. من علوم اليونان أكيد ثم ترجمت يعني مؤلفات العربية و... إلى لغات إلى... أجنبية هم بنوا الجبر والطب وكل نعم. شيء بنوا على اليوم ترجمات اليوم لا نجد من... هذه يعني في ترجمات طبعا ولكن نعم. نشعر أن ترجمات عشوائية يعني بناء على علاقات شخصية لكتاب وأحيانا يدفع الكاتب مقابل أن يترجم كتابه ويمكن يعني بيقروا 5 باللغة اللي يترجم صحيح. إليها صحيح. أو 10 صحيح. يعني ما بيكون منتشر صحيح. كما يعني نتمنى ونرغب لا هناك يعني حاجة إلى أنه مثلا الوزارة أو وزارة الثقافة تخصص ميزانية للترجمة لا. وتعمل مؤسسة تعنى بالترجمة وتختار الأعمال اللي لازم تترجم وما إلى ذلك يعني الموضوع مش مجهود فردي مش مثلا يجي شاعر أو كاتب يقول لك والله أنا نحب نترجم كتابي أو أنا لا. يدفع فلوس باش يترجم لا عمل مؤسساتي عمل مؤسساتي يعني لابد من وجود يعني هذه المؤسسات لا. الوقت بلش دهمنا وقبل ما يعني نعم. انتهي لأن بدي أختم مع حضرتك
بدنا نهدي ياسر شيء منك، بس قبل ما تقوليش غني يعني شعر وترجمي وعمل إذاعي وتمثيل، مثلتي بفيلمين هولنديين. صحيح. وبغناء أيضا ورسم، رسم فنان. طب ليه ما بتركزي على شيء واحد، يعني بمعنى تكرسي وقتك وجهدك وموهبتك له؟ لأنه التركيز على شيء واحد مش في طبيعتي. أنا شخص يحب يجرب باستمرار، ومثل ما قلت لك أنا هدفي مش أنه أوصل إلى أنه أكتب نص عظيم جدا أو إلى أنه أرسم لوحة يعني أصبح فنانة تشكيلية كبيرة. أنا أجرب الأشياء لأنه عندي ولع بالتجريب، عندي رغبة في أنه أجرب الرسم، وثم أنه عندي اعتقاد أنه الإنسان أحيانا، هناك مثلا شعراء عمرهم ما أقدموا أو تجرأوا على كتابة رواية، لكن في الحقيقة لو يمكن يكتب الرواية يكتشف أنه هو روائي عظيم. هلا قولي في هلا اصبحوا اكثر جرأة شعراء اليوم بعالمنا العربي، كثير منهم اصدروا روايات يعني. لا هو مجرد مثال، او يعني لابد من انه احنا ندخل التجربه لنعرف اذا كنا احنا ننفع نعمل هذا الشيء او لا ننفع، يعني المفروض احنا لازم نمر بالتجربه اولا. لكن اذا الشاعر يعني يحط نفسه في قالب مثلا الشعر فقدت وانا فقدت شاعر ومش حابب نجرب اي حاجه اخرى، من قال انه مثلا لا يكتب الروايه بشكل افضل من الشعر؟ ممكن تحترف في التمثيل، خصوصا ان ملامحك المغاربيه عموما. اذا عندك دور لي ما عنديش. لا بس بعتقد المخرجين الغربيين تستهويهم يعني ببعض الادوار. لا لا وببعض لا لا الاحتراف، فكره الاحتراف مرفوضه في اي جانب. انا هاويه للحياه، اجرب الفنون كلها، واذا اكتشفت انه انا عندي شويه قدره على رسم لوحه جميله فاني سارسمها او اغني او ارقص او اكتب نص شعري، او وهي تاتي كلها في اطار فكره. طيب. التجريب. ممكن الروايه اللي حكي عنها ياسر يعني مشروع على النار، يعني تكتبي رواية ولا في مجرد فكرة؟ هي ما زالت مجرد فكرة. لكن الفكرة بدأت شوية تأخذ شكل تفرض نفسها علي باستمرار. يعني مثلا من الأشياء اللي الآن فرض نفسها أنه أنا ما بدأتش في ترجمة كتاب جديد لأنه مأجلة فكرة الترجمة بسبب أنه أنا حابة أفكر في الرواية مثلا. فهي أصبحت تأخذ يعني أشكال حقيقية يعني. فأتمنى أنه يعني حابة أكتب رواية صراحة. بتعتبري حالك شاعرة وكاتبة تونسية ولا لا؟ يعني أصبحتي تونسية هولندية أو متعدد الجنسيات، مرتبطة بشاعر مصري مثلا، عطفا على اللي حكيناه بالأول عن اللهجة وعن. طب أنت ما هو تعريفك للكاتب التونسي أو الشاعر التونسي؟ ما عندي تعريف يعني فرح. إذا أصنف نفسي على أني شاعرة تونسية، من هو الشاعر التونسي؟ اللي يكتب مثلا على سوسة وسيدي بوسعيد؟ لا لا أو... لا بس تعرف الإقامة في مكان يعني داخل الوطن مختلفة عن الإقامة. أيوة نعم، لكن هذا الانتماء، هل هو الانتماء في المكان أو في الهوية؟ لكن الانتماء كتابيا، كيف تنتمي كتابيا إلى تونس مثلا أو تنتمي إلى بيروت أو تنتمي؟ أنا مجرد سؤال أنا بطرح سؤال. الكتابة لا عمل، لا أصدر يعني حكما أو. نعم الكتابة فوق الهويات، عمل إنساني يعني. لا يمكن أن تقول هذا يكتب شاعر تونسي أو هذا، ممكن هو شاعر تونسي لأنه مولود في تونس، لكن الكتابة ما عندهاش هوية ولا يمكن أن نمنحها هوية. نسمعنا هالفكرة. نختم لو سمحتي لي، يعني أنا طبعا سعدت بلقائك، أهلا وسهلا فيك. شكرا. شرفتي بيت القصيد. عايشك. نحملك تحيات لتونس وللعرب المقيمين بلهاي جميعا. يوصل إن شاء الله. نشكر فريق العمل ومخرج البرنامج علي حيدر، المنتجة غادة صالح، ومسك الختام نص من حضرة جنابك. نعم. نص قصير اسمه كلما تفتحت الورود بكيت. كنا نقف أمام إشارة حمراء عندما غرس أصابعه في شعري، قبلني ووعدني بحياة سعيدة، ورغم أنهم بعد عام رفعوا الإشارة القبيحة، بنوا مكانها حديقة، إلا أنني حين أمر بذلك المكان أقف طويلاً وبلا مبرر. الورود تغير لونها تحت الشمس، تضيء وتنطفئ، أشم رائحتها وأبكي. شكراً شكراً شرفت. شكراً.